كان يا مكان يا سادة يا كرام ولا احلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في ارض، الارض دي كانت مليانه شجر، ناس بتصارع على الكرسي وناس بتصارع على السلطه، ما كانش في حد بيحب يعمل الخير. الارض دي كانت مليانه دمار، ضياع، جشع، ظلم، كل حاجه وحشه ممكن تتخيلوها كانت موجوده في الارض دي. الارض دي كانت محتاجه حد واحد بس، حد يصلح فيها، يصلح في الناس الموجودين، حد يفكرهم دايما بالخير. بس عشان رحمه ربنا واسعه خلى الارض دي فيها بنت. البنت دي كانت جميله جدا، كانت قد ايه بسيطه، كانت بتحب تضحك، كانت بتهزر، كانت ضحكتها احلى حاجه في الدنيا، كانت بتحب اهلها قوي، وكانت بتحب صحابها جدا، كانت بتحب تخرج، كانت بتتفسح، كان اي حد يشوفها حتى لو لاول مره بس كان بيحبها، كانت بتوصل لقلب الناس على طول، عشان كانت قد ايه صادقه مع نفسها. اللي يعرفها كان بيحبها، واللي ما يعرفهاش كان لما يشوف ضحكتها كان بيحبها جدا. دايما كانت بتفكر ازاي تساعد الناس المحتاجه، والناس اللي متضايقه ازاي تبسطهم. كانت بتحب الطبيعه قوي، كانت بتسافر تتمتع بجمال الطبيعه اللي خلقها ربنا، وكانت بتحب ترسم، وكانت بتلون، كانت بتلون الاحلام. لو الوان الطيف كانت سبع الوان، كانت هي اللون التام، لون الخير، لون البهجه، لون السعاده، لون الامل. مهما قلت مش هقدر اوصف قد ايه البنت دي كانت جميله جدا. وفي يوم من الايام كعادتها حبت تسافر تتمتع وتستمتع بجمال الطبيعه. كانت بتلاقي نفسها في احضان الطبيعه، كانت بتحس ان الطبيعه دي هي الحاجه الوحيده اللي لا فيها غش ولا فيها غباء. سافرت، جو جميل، سماء، جبال. كانت وهي طالعه الجبل كانت حاسه ان الدنيا كلها مفتوحه قدامها، كانت حاسه ان هي قربت توصل للسماء. ببساطه، حريه، قوه. البنت دي ما كانتش بتخاف من الطبيعه. وتخاف ليه؟ لا هي اول مره تتعامل مع الطبيعه ولا اول مره تطلع الجبل ده. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ ايه ده؟ الجو ساقع شويه، برد شويه، عادي. بس اللي حصل عمرها ما كانت تتخيل انه ممكن يحصل. الهوا زاد، الدنيا غيمت، الجو بقى غريب. قلقت البنت، حبت تطمن نفسها، عادي شويه والجو هيتعدل تاني. بس للاسف تاتي الرياح بما انها تشتهي السكر. الهوا بقى عاصفه، تلج بقى ساقعه، غيوم، خوف، رعب، برد، سيول. حاولت تقاوم، عماله تزق بايديها ماشيه، عماله تزق الريح متمسكه بالحياه، لسه في خير كتير كانت عايزه تعمله. ماتت. ناس كتير كانوا سمعوا الدعوة، فضلت في حضن الطبيعة يوم، اثنين، ثلاثة. فاكرين الناس اللي كانوا مالين شر دول؟ الناس دي
حست ان الحاجه الوحيده الكويسه ضاعت منها. طلع سؤال من السوق، هي معقوله بطلت تعمل خير؟ معقوله البنت دي بقت زينا؟ حاسس ان في حاجه غلط. راحوا وسالوا اخي المكان راحته، عرفوا انها طلعت الجبل. راحوا الجبل، طلعوا كانوا فاكرين انها زعلانه منه، كانوا فاكرين انها حرضانه من شرها، كانوا عايزين يصحوها، عايزين يقولوا لها قد ايه هما محتاجين لها. كانوا محتاجين 5 دقايق بس عشان يعرفوا يعرفوها قد ايه هي مهمه بالنسبه لها. بس وصلوا للاخر، عرفوا انها ماتت، خدوها ودفنوها في القبر بتاعها. كل يوم بقى يروحوا يزوروا القبر، دموع بتغرق الارض، حزنانين عليها، حاسين ان هم فعلا فقدوا حاجه مهمه جدا جدا، فقدوا الخير. الدموع دي كانت الحاجه الوحيده الطاهره اللي فيهم، علامه ان الناس دي فعلا ابتدت تتغير. ابتدوا كل يوم يروحوا يزوروا قبرها، وحصل حاجه غريبه جدا. الارض اللي كانت صحرا من كتر الشر طلع فيها ورده. اتاكدوا ان الورده دي الخير اللي كانت البنت دي بتعمله. قرروا ان هما كل يوم لما يروحوا يزوروا القبر هيسقوا الورده دي عشان تكبر. الورده دي مش بس كبرت، الورده دي بقت جنينه، اشجار، طيور، قبر طاهر اتسقى بدموع طاهر. قبر طاهر اتسقى بدموع طاهر. عارفين الناس الوحشين دول كانوا جواهم كانوا مليانين شر؟ الناس دي ابتدت تتغير وابتدوا يخافوا على بعض جدا، ابتدوا يحسوا بقيمة بعض، بقوا خايفين جدا لأي حد يتعمل وسطهم. الأرض دي بقت أحسن أرض في الدنيا. كل ده ليه؟ عشان حد واحد بس كان بيعمل خير، بس ما عملش الخير ورماه في البحر، رماه في قلوبهم. الخير اللي كانت البنت دي بتعمله وهي فوق الارض اتحول لخير بقت عاملها وهي تحت الارض. البنت دي بقت نجمه بسبب الخير اللي كانت بتعمله. نجمه نورت كل قلب ضل. البنت دي